عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. نعم، لعلي أفيدك تتمة لهذا البحث، وقد ذكره الإمام الطبري وأخذ عنه ابن كثير والقرطبي وغيرهم في المجلد الذي فيه قول ربنا تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، في سورة النساء. ونذكر هنا من الفوائد أنه ممن أسلم وله أكثر من أربع نسوة كان غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وتحته 10 نسوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقي 4 ويطلق سائرهن. وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، والترمذي وابن ماجه في سننهما، وكذلك النسائي والبيهقي والشافعي والدارقطني وابن حبان. وله قصة عجيبة، سبحان الله، هذا الرجل غيلان بن سلمة الثقفي، وكان سيدا في ثقيف، فطلق نساءه 4 الباقين في خلافة عمر كما صح من حديث ابن عمر في المراجع السابقة. فقال له عمر رضي الله عنه وارضاه، طبعا طلقة رجعية، عليك أن ترجعهن وإلا قسمت ميراثك بينهن، لأن هو لما طلقهن هنا إنما ليحرمهن من الميراث. فهنا لم يمضي له عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي أراد، لم يمضي له هذا الذي أراد، بل قال له كلاما شديدا رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك. طبعا نحن نعرف أن الشياطين يسترقون السمع في السماء الدنيا، في قوله أيضا: وضح ربنا عز وجل ذلك بما لا يخفى على طالب علم، فقال ربنا عز وجل في أول الصفات: لا يسمعون للملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خاطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فقال هذا ممن استرق السمع من الشياطين وألقاه وقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا. وهذه من فراسة عمر: والأعمار بيد الله وأيم الله، قسم شديد هنا، لا تراجعن نساك، لأن طلقة رجعية، لأن هذا الطلق كان الغرض منه أن يمنعهن من الميراث، ولا ترجعن في مالك، لأنه هو قسم بين الذكور أولاده. والإسلام جاء لكي ينقض هذه الجاهلية: أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. طبعا أبي رغال هو جد الثقيف، وقصته معروفة فيما يغني عن إعادتها هنا في هذه العجالة. أيضا من الصحابة الذين أسلموا وتحتهم أكثر من 4 نسوة: الحارث بن قيس بن عميرة الأسدي، أسلم وتحته 8 نسوة، هذا عند أبي داود وعند ابن ماجة. فالنبي أيضا أمره أن يبقي 4 ويطلق الباقين. الذي أنت سألت عنه هو نوفل ابن معاوية الديلي بالدال المهملة المثقلة المخفوضة، أسلم وتحته 5 نسوة، فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء يستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال: اختر 4 أيتهن شئت وفارق الأخرى. قال: فعمدت إلى واحدة منهن إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر لها معي 60 سنة فطلقتها. وهذا الحديث رواه الشافعي في مسنده، قال: أخبرني الثقة عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد، طبعا أبي الزناد هو عبد الله بن الذكوان، قال: أخبرنا عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن عن عوف ابن الحارث عن نوفل ابن معاوية الديلي رضي الله عنه الحديث. فهذا هو الذي أنت سألت عنه، تخريجه في مسند الإمام الشافعي رحمه الله، وسأرسل لك صورة منه في ذلك. وقد ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره، وقد طبعا ذكره الطبري، ابن كثير يأخذ من الطبري، وذكره الطبري أيضا في تفسيره. نعم، من باب المعلومة، نوفل ابن معاوية ابن عمرو، أو قيل ابن عروة،
ابن صخر الديري الكناني أسلم وشهد الفتح مع النبي عليه الصلاة والسلام وحج في السنة التاسعة مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وسكن المدينة ومات بها، قيل في خلافة معاوية أو في خلافة يزيد، يعني إذن هو مات في الفترة بين 61 إلى 70. وعاش الآن يبت السؤال كيف امرأة جلست مع 60 سنة؟ نعم لأنه عمر، قيل عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. هذا يذكرنا بمن؟ يذكرنا بحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، عاش 60 في الجنة وعاش 60 في الإسلام، وحارب مع المشركين ضد المسلمين في بدر وأحد والخندق، وكان له ذكر ونكات في القتال، وكان جوادا ممدحا كما ذكر ذلك الإمام البخاري في تاريخ الإسلام، ويقول فيه الجعفري: يسود أقوام وليس بسادة، بل السيد المحمود سلمى ابن نوفل. يعني هو يقصد به هذا الرجل ونوفل ابن معاوية. هذا ما تيسر إراده وتهي إعداده، وعن الله على ذكره وصلى الله عليه وحمد الله وصحبه وسلم. أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تم تحديده صوتيا في ليلة الاثنين منسلخ صفر العام 44 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدتي وارزقني برها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ولعل هنا من تتمة الفائدة أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه يجمع بين أكثر من 4 نسوة، فقد ذكر الطبري ونقل ابن كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 15 ودخل 13 واجتمع عنده 11 ومات عن 9 نسوة رضي الله عنهن، صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. وهذه من خصائصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا من تمام الفائدة من كان تحته 4 نسوة فطلق واحدة منهن فليس له أن يتزوج إلا أن تقضي هذه المطلقة عدتها، وهذه نكتة فقهية لطيفة في ذلك. وهذا الذي يسموه الفقهاء حكم نساء الخامسة في عدة طلاق الرابعة، في عدة طلاق الرابعة أجمع العلماء أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها، كما نقل ذلك ابن قذافة المغني ونقل عليه الإجماع. ومن هنا يقولون متى يعتد الرجل، سبحان الله هذه نكتة لطيفة يعني في ذلك، متى يعتد الرجل. واستدلوا في هذه المسألة أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة لما ذكرنا من قصص الصحابة السابقين غيلان و القصص الأخرى التي نحن ذكرناها آنفا في مقتبل كلام غيلان بن سلمة الثقفي، وأيضا الحارث بن قيس الأسدي، ونوفل بن معاوية الديلي، نوفل بن معاوية الديلي، بل ويقول التابع الجليل العبيدة السلماني أنه قال: لم يتفق أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على شيء كاتفاقهم على أن الخامسة لا تنكح في عدة الرابعة، ولا تنكح الأخت في عدة أختها. ومن هنا قالت يعني فتاوى اللجنة الدائمة: إذا حدث هذا العقد، يعني رجل طلق الرابعة وقبل أن تنقضي عدة الرابعة والطلق الرجع تزوج بامرأة أخرى، فقالوا هذا يعتبر باطلا ويجب المفارقة حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة، وإن كنت قد دخلت بها يعني بالخامسة يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها وتعتد منك عدة مطلقة، ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرة أخرى مستوفيا الشروط الشرعية، مستوفيا الشروط الشرعية. طيب إذا كان الطلقة بينونة كبرى، قالوا إذا كان الطلقة للرابعة بينونة كبرى يعني الثالثة هي الطلقة الثالثة لها، اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة، فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه، وهو الذي يرجحه الشيخ بن باز رحمه الله في فتاواه. وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية الرابعة، فينتهي فهنا ينتظر أنها تنتهي عدتها المطلقة طلقة بينونة كبرى، ثم بعد ذلك يعقد على الرابعة إن أراد، صلى الله عليه وسلم. أخذ دعوان الحمد لله رب العالمين.